السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، صلوا لي على الحبيب المصطفى، ذكروا لي الله يا جماعة الخير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على محمد وآل محمد. وحلقتنا لليوم مو مجرد قصة رعب أو قصة جن، اليوم الحلقة توعوية، واليوم الحلقة من إنسانة لطيفة وعفيفة وشريفة بنفس الوقت، اسمها هدى. طبعا انتو تعرفون كل شخص يتزوج ينتظرون من عنده انه يصير عنده ذرية ويجيب اطفال. تقول انا 8 سنين واني ما صار عندي اطفال، وغير هذا المشاكل من اهلي واهل زوجي 24 ساعة يقولوا ليش ما تصير عندكم خلفة. طبعا ما خلت طبيب، ما رحت له، وما خلت مستشفى، ما رحت لها، رحت لكل مكان في سبيل يصير عندي اطفال، بس كانت كل روحات يم الأطباء بدون نتيجة وبدون أي جدوى. وهذا الشيء اللي خلاني أنه ألتجئ للسحرة في سبيل أصير عندي خلفة، وبحكم أنه زوجي ما يخليني أطلع من البيت نهائيا، وما أقدر أروح لأحد ولا أقدر أتواصل ويا أحد وأحكي له على المشكلة اللي عندي. فكان عندي فيسبوك ودائما أطب على البيجات اللي بيها سحر والأمور اللي يسووها العالم في سبيل يصير عندهم أطفال. طبعا لقيت منشور أنه الشخص اللي يريد يتزوج واللي يريد يطلق هواي أمور به، ومن ضمنها كاتب أنه اللي ما يصير عندها خلفة نقدر نخلي يصير عندها خلفة. وهو هذا كان غلطي من البداية، أنه أنا رحت للسحرة وكان تارك رقم وقال هذا الرقم بواتساب، وبحكم أنه أنا بدولة وهو بدولة ثانية دزيت له رسالة وما جاوبني، وظل 3 أيام وهو ما مجاوبني نهائيا. وبعد 3 أيام جاوبني وقال تفضلي شنو اللي عندك اكتبي لي اياه بالتفصيل وانا راح اجاوب عليك باقرب وقت. فبديت اكتب له رسالة مطولة جدا بيها معلومات عني، بس اسمي ما انطيته، واسماء يعني اسم زوجي وكل هاي الاشياء ما انطيته اياه نهائيا، بس تاريخ زواجنا انه هو هواي امور كتبت بيه. وبعد ما كتبت هاي الاشياء ورسلتها اليه جاوبني ورا يومين وقال لي شغلتك محلولة وخلص شغلتك صارت عندي، بس الشغلة لازم انه تحولي لي مبلغ من المال. طبعا حلفت له وقسمت له انه انا ما اقدر اطلع من البيت، وهو لو موجود يمي او قريب واقدر اوصل للفلوس اوصل لها. فاعتذر من عندي وقال احنا ما نشتغل حاجة بدون مقابل. تقول وبعدها عافني وراح. تقول وظليت ابحث وادور على غيره بس ما لقيت نهائيا. الأشخاص اللي موجودين كلهم كانوا يطلبون فلوس، وبنفس الوقت ما عندي مثلا صديقات أنه أتواصل ويا شخص يعني موجود من ضمن المنطقة اللي أنا قاعدة بيها أو منطقة ثانية. المهم وبعدها تقريبا ب7 أيام هو إجى وراسلني قال لي ما أريد من عندك شيء، وظلت يعني الرسالة ما تجي ببالي ومبين أنه أنت يعني لازم يعني يصير عندك خلفة، وبدأ يحكي هواي كلام جميل ومحسول. طبعا ثقيت بكلامه جدا، وبعدها قال انطيني اسمك واسم امك واسم زوجك واسم امه، وانطيته كل هاي المعلومات علينا. وراها اختفى تقريبا 3 ساعات ورجع راسلني مرة ثانية وقال شغلتك راح تنحل وما اريد من عندك اي مقابل غير تدعيلي. تقول كتبت له ودعيت له يعني بالرسائل وعافني. وراها بيومين دزلي رسالة، الرسالة كانت مكتوبة يعني بها سلام، وبعد السلام مكتوبة انه انا لازم احضر اشياء واجيبهن للبيت وابدي انه اسويهن، واشياء اشربها واشياء احرقها وهواي امور وكلمات بالرسالة اللي داز ليها. والاشياء اللي لازم احضرها اني 7 شمعات ولونهن ابيض، ولازم احضر حنة لونها احمر، ولازم أحضر قطعة قماش ما ممسوح بيها أي شيء ولا مستخدم، يعني مو مثلا توصلك في التيشيرت أو شيء أبيض وبعدها تستخدمه، يعني وصلة ما مستخدمة نهائيا، وحرمل نوع من البخور يستخدمونه بهاي الأمور. طبعا ذني كانوا كلهن سهلات وقدرت أجيبهن، وكانت أكو جملة كاتب ليها أرددها بيوم معين وساعات معينة، وهنا أنا راح يتم وراها انه يصير عندي خلفة. وطريقة التحضير كانت موجودة لي جوا، وبعدها شكرته واختفى عني. طبعا ثاني يوم احتاجيته بشغلة وردت اراسله لقيته
حاضرني، وقلت إنه احتمال رقمه راح أو احتمال انحضر هو وحده، المهم اختفى من الواتساب. وبذيك الساعة وأنا أعيد وأقرأ برسالته في سبيل أروح أجيب الغراض، نسيت كلام رب العالمين إنه هو اللي يرزقنا بالمال والبنون. ورب العالمين قال إنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومال عدنا بس بنون ما عدنا. كان زوجي جدا متقبل الوضع ويقول الأمر جدا طبيعي، يعني مو إلا يصير عدنا خلفه، إذا رب العالمين ما رزقنا اليوم يرزقنا باكر، وإذا ما رزقنا نهائيا بخلفه الأمر جدا عادي وطبيعي. تقول بس أنا بسبب الضغط من أهلي وأهله جاي يصير بيه هيج، مع العلم يعني رحنا لهواي أطباء وكانوا كلهم كفاءات. المهم رحت وجبت الغراض اللي كان المكتوبات بالرسالة، والغراض اللي كان المكتوبات بالرسالة مثل ما قلت لكم حنة لونها أحمر وسبع شمعات بيض وبخور نوع من البخور اسمه الحرمل. المهم يقولوا ذني جبتهن وجبت القطعة مع القماش البيضة، وهنا أنا لازم أختار من أول يوم بالأسبوع هو يوم السبت، وأشعل الشمعة وأقول كلمة معينة وأخلي الشمعة هاي بالحمام بأي مكان بالحمام لحد ما تخلص، والشمعة مو مجبور إنه تجيبها كبيرة أو صغيرة. تقول فجبت شمعات صغار وبديت أشعلهن على مود زوجي إذا قعد وشافها بالحمام ما ينتبه عليها، خليتها بالشباك فوق وبديت أشعل من يوم السبت وأقول هاي الكلمة وأروح أنام. وبعد ما تخلص هاي السبع أيام وأني أشعل الشموع لازم يوم من الأيام يعني مني خلصاً مباشرة أروح للحمام الساعة بالثنتين وأبدي أجيب هذا الحرمل وأشعله بالحمام مال البيت. لما أشعله بالحمام مال البيت أبخر بالحرمل والحنة اللي كانت موجودة، وأترك القطعة مال القماش الموجودة على الأرضية مال الحمام، وبعد ما يصبح كل شي رماد ألم هذا الرماد وأخليه على هاي القطعة مال القماش، وبعدها أشد هاي القطعة مال القماش وأخليها بمكان يعني أمين جدا في سبيل ما حد يوصلها حتى إذا دفنتها بالأرض مو شرط. هو هذا الشي اللي خلاني خابرته مرة ثانية وأرد أسأله وين راح أخليها، بس بعدين كاتب لي إنه تخليها بمكان أمان. نقول خليتها بصندوق ورا ما كملت هاي الأشياء كلها والكلمات اللي قال لي إياهن ورددتهن. طبعا الكلمات أعرفهن بس ما راح أقولهن لأي شخص لأن الكلمات كلهن أسماء مال جان، وبالأحرى هن خمس كلمات فقط بس أسماء مال جان وتحضير مال جن. المهم نقول بعد ما كملتهن ولميت اللي بقى الرماد حطيته بالوصلة البيضة وشديته وحطيته بصندوق، وطلعت حفرت بالحديقة وخليته بالحديقة، ورجعت نمت كأنه أي شي ما صاير، وزوجي كان موجود وينام جنبي والأمر جدا طبيعي، ويرجع تعبان وما يقعد أنا يعرف بيه نهائيا لأن نومه ثقيل ما يقعد إلا الصبح على صوت المنبه، ونوبات أني أقعد وهو بعد ما قاعد وأروح وأقعده أني في سبيل يروح الشغلة. وقعد ثاني يوم والأمر جدا طبيعي وماكو أي شي، بس لقيت زوجي ما يعني بعده نايم يمي وما طالع للشغل. طبعا مباشرة قعدته ضحك بوجهه وابتسم وقال ما أروح للشغل اليوم لأن باكر راح أروح، والشاقة وياي قال راح تخلصين من عندي 15 يوم. كان يشتغل بشركة ومجبورين إنه لازم يسافرون ويروحون المكان يظلون 15 يوم، لأن كان يشتغل بشركة مال نفط ويروحون بغير مكان يحفرون آبار ما أعرف شنو، لازم يروح وياهم لأن هو مهندس بحفر الآبار. المهم قلت له تمام وخير إن شاء الله، قال لي أنت مباشرة تروحين يم أهلي لأن أهله كانوا يعني يمنا بالمنطقة. فرحت يم أهله صدق وهو راح الشغلة، بقيت يم أهله يومين بس ما تحملت الوضعية ببيتهم نهائيا لأن كانوا مع الناس لو عطالع يسمعوني كلام، خاصة أخت الصغيرة كانت يعني تسمعني كلام مباشر إلي الصور، حتى من آني وقاعد على التلفزيون ويطلعون أطفال تباوع علي وتقول لي أجبوش دول الأطفال، يعني كانوا يجرحوني بالكلام. بعدها خابرته وقلت له إذا ظليت يم بيت أهلك راح تصير مشكلة جدا كبيرة، خليني أرجع للبيت وأبقى هناك. طبعا جبر ووافق في سبيل لا تصير مشكلة بيني وبين أهله، ورجعت لبيتي، وهنا كانت أول ليلة لي بدون زوجي بالبيت.
طبعا كالعادة كملت كل شغلي وكل مسؤولياتي اللي بالبيت ورحت أنام. لما نمت حلمت بشخص شكله جدا مخربط، لونه أسمر، يعني بشرته سمرة طويل، وشعره كان ما أعرف شو يسمونه أنتو، يعني مثل المحابس، شعره كان ملولو وطويل واصل اللي جوه أذانه. طبعا وقف قدامي وقال لي اني شو صحيح اللي انت استدعيتيني. وطبعا ما انكشفت لكم أول كلمة من الكلمات اللي قالتها هو اسمه، هذا الاسم مالته، ما راح أعيده مرة ثانية في سبيل لا أحد يتذكره. المهم تقول أول ما أجاني وقال لي هاني فلان وانت استدعيتيني وشنو اللي رايته من عندي. تقول بعدها بالحلم قلت له ما رايد شي من عندك، أني ما أعرفك. تقول هو مجرد حلم، وقعدت من الحلم مغثوثة ومنزعجة جدا، كنت بالقوة أتنفس وكنت ما طايقة نفسي نهائيا، حتى بيومها ما قدرت أنام إلا للصبح. وطبعا خبرني زوجي الصبح وبعدها قال شلون الأمر، قلت له الحمد لله أموري كل الزينة بالبيت. وخلص انتهى اليوم وبديت أنام مرة ثانية، واستمر يجيني بالحلم ويقول لي انت شنو اللي رايده من عندي؟ بعدين قال لي انت رايدة أطفال، وهنا أنا بديت أتجاوب وياه بالحلم وأقول له أنه أنا ما يصير عندي خلفة، وخايفة أنه زوجي يعوفني، وخايفة حتى من المشاكل اللي جاي يصير بيناتنا. قال لي الأمر جدا سهل واني اقدر احقق لك الشيء اللي تريديه، بس لازم تتزوجين وتقبلين بهذا الشيء، وما قبلتي ولا ما قبلتي فاني راح اتزوجك. قلت له بس أنا متزوجة وهذا الشيء ما راح ينفع بيني وبينك. قال لي الزواج بيني وبينك بينك ما راح يضرك نهائيا ويا زوجك، ولا راح يصير شيء، ولا راح يعرف انه اني متزوجك. طبعا بهاي اللحظة لحظات بدأ يتهجم علي، وكنت أقاوم بيه بأقوى قوة عندي، والحمد لله والشكر قعدت من الحلم وقلت الحمد لله أنه هذا الشيء حلم وحقيقة. ونفس الشيء ما قدرت أنام للصبح، وثاني يوم كملت كل مسؤولياتي مال البيت وما عندي أي شيء، احتاجيت غراض ورحت جبت من برا ورجعت للبيت وسويت أكل، عندي هدوم غسلتهن، وهاي الأمور كلهن سويتهن. بعدها إجا الليل ونمت، وبهاي الليلة اللي نمت بيها أني إجا وتهجم علي مباشرة بدون سابق أي إنذار، وأني بالحلم. بس كنت أحس إنه أني يعني مستيقظة بالحلم، يعني مو نايمة. وبعد ما سوى هاي الأشياء بي سوى الشي اللي يريده غصب، يعني غصبا ما علي. طبعا هسه اللي جاي يتابعني يقول هو شنو الشي اللي سواه، اللي سواه اللي تعرفوه انتو اللي هو سيكو بيكو اللي قلته بحلقة من الحلقات، لأن عيب يعني واحد ينطق بهيج كلمة. المهم يعني اختصبها حرفيا، تقولوا كنت أقاومه وما أقدر. تقولوا لحد الآن أتذكر إنه شلون كنت أوخر عني وهو يرجع، وكان أقوى من عندي وضخم جدا. بعدها يعني حتى ترك على جسمي علامات، قعدت من الحلم وأنا مفزوعة، وحتى على رقبتي وبمناطق من جسمي هم. تقول قعدت وقلت الحمد لله انه انا بحلم وحقيقة، وهذا شنو الشي اللي جاي يصير. تقول بس من رحت للحمام وغسلت باوعت على رقبتي لقيت اثار موجودة على رقبتي وعلى ايدي، يعني الاثار اللي بالحلم صارن نفسهن موجودات، وحتى على رجلي. تقول عرفت انه هذا الشي ما بيمزح نهائيا، واني وقعت بمشكلة وورطة جدا كبيرة، وصار يعيد الكرة علي بكل ليلة تمر علي وأنام بيها. قمت ما أقدر أنام وأخاف من عنده يجيني، وقررت أنه أقوم أنام بالنهار في سبيل ليجي. وما كنت أنام بالبيت نهائيا، كنت أروح يم بيت أهل زوجي وأنام يمهم، أقولهم تعبانة من الشغل، وأروح أدخل للغرفة أو للصالة وأنام، مع العلم أسمعهم يحجون علي هواي كلام بس أخاف أنام بالبيت. قمت أنام بس ما أتحمل، لازم أرجع للبيت، ما أعرف شنو الشي اللي يرجعني المغرب. قمت أرجع للبيت وما أنام 3 أيام، وأني ما أنام بالليل نهائيا، أنام بالنهار. وبعدها يوم من الأيام وأنا رجعت للبيت بالليل، وأني قاعدة بالغرفة وحدي ومشغلة التلفزيون، والأمر جدا طبيعي. الضوء مال الغرفة بدأ يشتعل ويطفى، وظليت أباوع عليه قلت احتمال الضوء عطل وراح يحترق. بعدها طفى الضوء بالبيت
كله، يعني ما ظل الضوء عندي بالبيت مشتغل نهائيا، وعرفت انه الكهرباء انقطعت بذاك الوقت. طبعا سمعت صوت بالمطبخ جدا قوي، طبعا ملاحظة انه الحمام والمطبخ دائما يجي الجن ويسوي بيه اصوات. الحمام طبعا هو معروف انه مكان للجن، والمطبخ مو مكان للجن نهائيا، ولكن بيه ادوات يقدر يحركها وبكل سهولة، لان كل جن وعنده قدرات خاصة بيه ويقدر يسويها. يقول كنت اسمع صوت الصحون او اسمع يعني الخزانات اللي موجودة تنفتح وتنسد، والثلاجة كذلك. وبعدها قامت توقع أشياء بالبيت، خفت أقوم يعني من مكاني وأروح أشوف، أخاف حرامي موجود بالبيت. وبعدها سمعت صوت يناديني من المطبخ ويقول لي تعالي. شبيك خايفة؟ انت صرتي زوجتي. تقول من سمعت هذا الكلام رجلي بعد ما أحس بيها، على قولة أخواننا بالخليج يعني صار جتها أم الركب. تقول قمت ما أقدر أتحرك، وأحس رجلي وحدة تطخ بوحدة وفاقدة السيطرة عليهن تماما. تقول وبعد هالباب همزين يعني كانت مسدودة علي. قلت الحمد لله الباب مسدودة وما جاي أشوف الشي اللي جاي يصير برا. بعد ما مكمل الكلام اللي جاي أقوله بداخلي، انفتحت الباب وشفت شخص واقف بالباب، يمكن هو ولا مو هو ما أعرف، بس مد راسه وباوع علي. وأول ما انتبهت عليه وباوعت، ترد سد الباب سدة قوية واشتعل الضوء وبكل البيت. طبعا لما اشتعل الضوء بكل البيت بديك اللحظة كأنه أحس نفسي انولدت من جديد أو انقذت، وقلت خلاص ما طول جت الكهرباء، الحل الوحيد أنه أنا أشغل قرآن بالغرفة. مباشرة لزمت الريموت مال التلفزيون وبديت أدور على قناة بيها قرآن، وأقلب بسرعة وجاي أدور على قناة المجد أو أقرأ أو من هاي القنوات اللي موجود بيها قرآن 24 ساعة. بس وأنا جاي أقلب بالقنوات وبعدني أريد أوصلها ما وصلتها، انضربت على إيدي من شي مخفي ما موجود قدامي، ووقع الريموت من إيدي، وكانت الضربة جدا قوية كأنه أحد ضربني يعني بخشبة أو حديدة على إيدي. من شدة القوة من الضربة صرخت ووقع الريموت على الأرض وتكسر. بعدها سمعت صوت من برا يحكي وياي ويقول لي انه اني ما جاي اريدك، وانا حبيتك واريدك تظلين زوجتي. بعدها قلت له انت ليش خايف اظهر؟ قال لي اني ما خايف من عندك، وهسه راح اظهر لك اني. وبعدها اختفى الصوت تماما، وظليت قاعده واحكي ويا نفسي وانادي بيه في سبيل يطلع، لان صرت امام الامر الواقع وما اعرف شنو الشي اللي اسويه. بعدها قلت ما طول ما قدرت أشغل التلفزيون وأطلع قرآن، ماكو غير حل واحد، أقوم وأصلي. تقول رحت للحمام طبيت أريد أتوضأ وأصلي. تقول ففتحت المي اللي موجود بالحمام، وأول ما مديت إيدي على المي كأنه نار وجاي تنزل على إيدي من شدة السخونية مال المي. وأول ما فتحت الباب مال الحمام أريد أطلع وأرجع للغرفة لأن ما قدرت أتوضأ، لقيته واقف قدامي بالباب مال الحمام بسمارة وبشكل اللي شفته بالحلم، بس هالمرة مثل شوية تقدرون تقولون شكله مرتب مو مثل من كنت أشوفه بالحلم. شخص طويل جدا وأسمر وجسمه عريض جدا من فوق، يعني كأنه مثل دول الأجسام الرياضيين. وقف وقال لي أنا خلاص راح أضل وياك طول العمر، وهسه راح تجيني وياي للغرفة، وراها راح تصيرين حامل وانت ترتاحين وجوج خلفه وتسعدين ويا رجلك، واني اخذ اللي اريده وانت زوجتي وحلالي، ولازم نسوي هذا الشيء. وبعدها لازم من ايدي واحس نفسي تشتفت، وكنت من صاغه الى وامشي وياه، واتجه وياي بالغرفه ويمشي ببطء شديد. المسافه بين الغرفه اللي كنت نايمه بيها اني والحمام مسافه يعني 6 امتار 7 امتار، بس دني 6 امتار او 7 امتار كانه صارن سنة بالمشي، يمشي على كيفه ولازمني. فمرة واحدة حسيت على نفسي وحاولت أخلص إيدي من عنده، وأول ما فتحت إيدي من عنده في سبيل أنه أخلص من عنده، وقلت له ابتعد عني وأني ما أريدك وأني مو زوجتك وأني أصلا جبتك بالغلط. فهالكلام هذا ضربني ضربة جدا قوية على راسي، والضربة اللي كانت يعني هي عبارة عن كف بس خلاني أفقد الوعي
حرفيا، بس لما فقدت الوعي كنت حاسة بكل شي جاي يصير، وعيوني مفتوحة، والله العظيم كأنه رفعني من الأرض بدون إيدين وبدون كل شي، ودخلني على السرير، وكنت بس أريد أصرخ، أريد أتحرك، ما أقدر. لحد الآن أتذكر ريحته الجدا مقززة، وأتذكر العرق اللي كان ينزل من جسمه علي، ولحد الآن أتذكر السخونية اللي صارت بجسمي بسببه، وبعدها سوى الشي اللي يريده وياي واختفى عني. ولما صحيت من الحلم لقيت نفسي، أو لما صحيت من الغيبوبة اللي أنا بيها، لقيت نفسي ملابسة هدوم تماما، عارية تماما على السرير، والهدوم مالتي كانت مشمورة على الأرض. ظليت أحس بين نفسي، هل أني نزعت الهدوم وشمرتهن؟ وهل هذا الشي اللي شفته حقيقة؟ والأشياء اللي صارت بالبيت موجودة ولا ما موجودة؟ وكنت يعني طابة بدوامة حقيقة ووهم ما إلها نهاية نهائيا. ومثل ما قلت لكم صار الأمر يتكرر عندي يوميا. قمت ما أروح نهائيا البيت أهل زوجي، أنام بالبيت وأرتاح بالبيت. كنت أنا ما أريد هذا الشي يصير وياي، بس بنفس الوقت صرت أمام الأمر الواقع، وبيني وبينكم مثل اللي قبلت بالوضعية اللي أنا بيها، وأكيد راح يصير عندي خلفة، ومثل ما قال هو جن وما راح يأثر علي بشي، وأنا ما جاي أخون زوجي، هذا الكلام اللي كان يقول لي إياه. طبعا قمت أنام بالبيت ويجي علي يومية. يوم من الأيام كنت نايمة وتعبانة من الشغل مال البيت، لأن زوجي راح يجي تاني يوم، ورتبت البيت كله ونظفت البيت كله، يعني حتى الجام مسحته، ما خليت شي ما سويته. كنت تعبانة جدا وقلت اليوم راح أنام وأرتاح، ورحت ونمت وكنت جدا تعبانة، وظليت يعني أتقلب وأنام، فما ارتحت إلا وأني نايمة على بطني. لما نمت على بطني وغفيت يعني غفي مو طبيعي، بعدها سمعت صوت مثل الفحيح، بس بين النايمة وبين القاعدة ما عرفت إنه أكو شي يمي، وكملت نومتي عادي. بعدها حسيت إيدين اتنين محطوطة على ظهري، وكانت تدلك بظهري، وبدأ ينزل على أسفل ظهري وينزعني بالملابس اللي لابستها، وسوى الشي اللي يريده، وكنت ما أقدر أتحرك، كأنه سلاسل مقيدتني على السرير. هاي الأشياء كلها صارت وياي، ومن خلص كل شي من عني ظليت نايماني على نومتي. قال لي راح يجي رجلك، ما راح خليه يتقرب من عندك نهائيا، لأن أنت إلي ومالتي، وأنت هسه حامل بجنين، وهذا ابني، وأنا مستحيل راح أعوفه. طبعا ثاني يوم لما اجى زوجي فرحت جدا بجيته، منها انه انا مشتاقت له، ومنها انه الاشياء الموجودة يمكن راح تختفي بوجوده، بس مع الاسف خاب ظني وصار الشي العكس. خليت زوجي ما يتقرب علي نهائيا، وجاني ملهوف ويريدني، واجى الليل ما قبلت نهائيا، وانا وزوجي كنا نايمين على نفس السرير. ثاني يوم من قعدة الصبح طبعا اجاني بهاي الليلة، وعادي وزوجي كان موجود بصفي، كان هو يسوي هاي الاشياء وزوجي بصفي، بس ما اقدر اصحي وقعده. لحد ما يوم من الايام زوجي قال ملاحظ عليك انه انت جاي تتعبين هواي بالبيت، تعرفين نفسك انه انت بالليل حتى وانت نايمة كنت تونين وتطلعين اصوات جدا غريبة، كنت اقعد واباوع عليك اشوفك مرهقة وتعبانة، بس ما اريد اقعدك، ما اعرف ليش. تقول انا هنا قمت ابكي. قال لي شبيك؟ قلت له انا ما عندي خلفه، ورجعت للمربع الاول اللي كنت دائما اقول له انه ما صار عندي خلفه، واذا تريد تتزوج علي، ومن هاي الكلام، بس كنت هذا الكلام اقوله يعني مو من كل قلبي، يعني مستحيل اخليه يتزوج علي او يشاركني بيه مره ثانيه. طبعا هاي الاشياء كلها صارت وياي، لحد ما زوجي قام ينتبه علي انه انا ما اخليه يتقرب نهائيا، بدأ يقول لي شلون يصير عندك خلفة وانت ما تخليني اتقرب عليك. المهم وبعدها يوم من الايام اجى زوجي علي البيت، وكان هو متأخر برا. لما رجع انا كنت نايمة وقعدت، لما قعدت لقيت بجسمي اثار جدا قوية من هذا الشخص اجى علي، وهالمرة يعني مارس وياي هاي الأشياء بعنف جدا قوي، وترك علي آثار مبينة وواضحة حتى على وجهي. لما إجا زوجي وشاف هاي الأشياء
انهار وصار عصبي وعباله انه اني خاينته، وبدا يقول لي طببتي احد للبيت واني ما موجوده، وبدا يتهمني اتهامات اني ما مسويتها. طبعا انهاريت بالبكي وما اعرف شنو الشي اللي اسويه. ظل يلح علي وقال لي سولفي لي شنو الشي اللي صار. حكيت له كل الشي اللي صار بيه، وقلت له اني يجيني شخص كذا وكذا وكذا وهو من الجن وهو اسمه فلان، طبعا زوجه مات مالك نفسه ما يعرف شنو الشي اللي يسويه. طبعا قال لي خليك بالغرفة وطلع. ولما انطلع شوية ورد رجع قال لا انت مو امان، راح اقفل الباب. قفل الباب علي مال الغرفة. ظليت بالغرفة اني وهو بعدها ما اعرف وين راح. دنيا الليل كنت اتصل عليه بالتليفون ينطيني رفض، وبعدها غلق الجهاز ما اعرف بيه وين راح. واني قاعدة بالغرفة قال اني هسه اقدر اذيه واقدر اكتله واقدر كل شي اسوي لك بيه. طبعا ظليت اتوسل اله واقول له لا تسوي له اي شي، ما راح يقدر يسوي اي شي. المهم وبعدها ضربني ضربة جدا قوية وما فقدت الوعي على هذه الضربة. قال لي اذا هذا الشي راح يروح يسويه رجلك حقيقي اعتبر انه انت وزوجك ميتين. وانا كنت ما اعرف هو اصلا وين راح. وبعدها تحول من هذا الشكل اللي كنت اشوفه الشخص الغريب نقدر نقول يعني بشكل انسان، تحول الى شي لونه اسود جدا. طبعا راسه كان راس حيوان وجسمه جسم انسان، وتوجه علي بسرعة جنونية. وأول ما وصل يمي مثل الدخان واختفى، وكأنه مثل اللي استنشقته أو شي. وبعدها انغمى علي وما صحيت إلا وأني زوجي صحيني ويقول لي اقعدي. قعدني قلت له بس صدق بي، قال قومي وياي. طبعا لما قمت وياه كانت الدنيا الصبح والساعة بالتسعة، يعني هو الليل كله ما رجع للبيت. وين كان ما أعرف، رايح البيت أهله ما اعرف وين. المهم لقيت شخص قاعد جوا بالصالة، كان يلبس دشداشة او ثوب ابيض، شخص جدا عادي وكبير بالعمر. فبدأ يقول لي بنتي انت شنو الشي اللي سويتي، بدأ يسألني وانا اجاوب. بعدين قلت له هو انت منو؟ قال لي خير ان شاء الله بنتي، انا الشيخ الفلاني الفلاني الفلاني. وبدأ يعرف لي بنفسه وبدأ يقرأ علي ايات من القرآن. هو يقرأ علي ايات من القرآن وانا احس حرارة بجسمي وكتمة بصدري. وبدأ يقول لي شنو اللي تحسين بيه، أقول له كتمة بصدري جدا قوية. بعد هيك قمت يعني ما أرد أسمع القرآن، وبديت أصرخ عليه وأصيح بجنون، وبديت أكفر وبديت أصيح بوجهه وتهدده وأقول له راح أقتلك أنت وزوجي الاثنين، راح أقتلكم. بديت أحكي بصوت جدا مرتفع وعالي. طبعا بدأ يقرأ ويزيد أكثر وأكثر بقراءة القرآن، وأني أصيح من شدة الوجع. حطيت ايدي على اذاني في سبيل لا اسمع، بس كان الصوت يوصلني بوضوح. بعدها ما اعرف شنو الشي اللي صار، قعدت لقيت هو وزوجي قاعدين، وقال الحمد لله على السلامة انت كان بيك مس من جن عاشق. طبعا طلع فبديت احكي ويا زوجي واقول له شنو الشي اللي صار، قال لي انت صدق طلعتي ممسوسة وهاي الاشياء تصير، بس شنو سبب المس ما نعرف. قال انه انت اللي استدعيتي وانت اللي طلبتي من عنده هذا الشي، مو هو اجى وحده او مسج، انت اللي رتي. قلت له ما اعرف ما ادري يعني ما ادري شنو الشي اللي سويته. بعدين فقررت انه انا احكي له الحقيقه بما انه هو اللي عالجني. وهاي قلت له انه انا يعني ردت يصير عندنا طفل وانه انت تنسعد وياي وترتاح بحياتك الزوجيه، بس ما قدرت انجح بهذا الشي، ولجأت الساحر على الانترنت وحكيت وياه وسويت هاي الطريقه. طبعا لهنا انا وتنتهي القصة، اذا تحب تطلع اطلع، بس الكلام اللي راح احكيه جدا مهم. الكلام موجه لشكو بنية موجودة، اذا انت قسمتك لحد الان ما جدتك لا تسرعين وتروحين الساحر، واذا انت ما عندك غرفة لا تسرعين وتروحين، واذا انت رزقك محدود لا تروحين للسحرة نهائيا، لان اكو شيء اعلى من السحرة وهو رب العالمين، ربي ورب العالم كله، هو اللي ينطي هو اللي ياخذ وكل شيء بإيده. الشيء اللي صار ويا هاي البنية اللي أنا من تحليلي هو هذا المضبوط 100% اللي راح أحكي لكم إياه، اللي صار كالآتي: أكو سحرة الجن اللي يستدعوه يعني يريدون من عنده فت شغلة معينة يسوي لهم إياه، مثلا أي شغلة ثانية يعني خارج إن الموضوع مالتك أنت اللي تروح به، خاصة إذا بنية، يطلبون من عنده دول الجن إنه يمارسون علاقة
جنسية ويا بنيه، فهو أكيد ما يعرف يجيب لهم بنيه، منين راح يجيب بنيه؟ فيستغل العالم اللي تجي عليه، وأغلب هاي الأمور يسووها السحرة اللي موجودين بالإنترنت. تروحين وتقولي له أنا بدي أتزوج، يقول لك هذا طلسم كذا وكذا، أو تحطيه بماي أو تشربيه أو تبخرين ببخور معين وتقولين كلمات معينة، هاي أنتي حضرتي الخادم مال السحر مالته هو، والخادم هذا هو يريد يعني شغلة مقابل شغلة يسوي له. فإنه أنتي من راح تستدعين هذا الشخص أو هذا الجن، هذا الشخص راح ياخذ الغرض من عندك ويظل ملازمش طول الوقت. يعني بين قوسين يصير مس عاشق، ومو اي مس، هذا المس انت اللي حضرتي، من صعب جدا انه تتخلصين من عنده. ولهنا انا وتنتهي حلقتنا لليوم. اسال الله ان يحفظ جميع بنات المسلمين ويحفظ السامعين، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله. باي.